مشاهدنا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم جولة الكاميرا، ويسعدنا أن نلتقيكم من جديد بعد أن توقفنا خلال عيد الأضحى المبارك. عاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات. مرة أخرى نقول لكم أهلا بكم. أعزائي المشاهدين، كما عودناكم دائما من خلال تغطيتنا لأرض المعارض وما يدور بها من نشاط، قمنا بتغطية معرض إلكترو 98 والذي بدأ منذ 11 من هذا الشهر ويستمر حتى 17 من أبريل الجاري. قمنا بهذه التغطية، فلنتابع معكم ما يدور في هذا المعرض. أخوي، شاهدنا معك طبعا نظام شبيه جدا بنظام الأفلام اللي قاعد نشوفها داخل السينما والمؤثرات الصوتية، تشرح لنا النظام الموجود حاليا. احنا بالنسبة للنظام اللي سمعناه نظام دولبي برولوجيك سراوند، نظام جديد متطور من نظام الصوتيات. هذا جهاز مكون من مضخم صوت موصول على 5 سماعات، توزيع سينمائي، دورة صوتية كاملة، عم بيعطينا 2 سماعات أماميات بشعرنا أنا بنفس نظام التصوير الفيلم السينمائي اللي عم نشوفه، على اساس انه الايفكت الخلفي، الحركات الصوتيه عم تطلع من عندنا من السماعات الخلفيه، التوكينج عم بيطلع من سماعه خاصه اماميه تحط فوق التلفزيون، 2 سماعات جانبيات على الحركات الجانبيه اليمين والشمال. طيب بالنسبه للصوره؟ للصوره ككواليتي نظام جديد، تلفزيون 61 بوصه، صوره تقنيه عاليه جدا، نظام بروجيكتور، تلفزيون كاي تلفزيون، بس يمتاز انه نقاء الصورة، جودة الصوت، 2 تيونر بيستقبل لك محطتين، إمكانك توصل عليه 4 فيديوهات، مو شرط 4 فيديوهات، ممكن توصل عليه نظام DVD جديد، LD، جيم أطفال، إمكانك توصل عليه الأيري العادي، الساتلايت، و100 محطة، وفيه تايمر، في مجهز كأي تلفزيون حديث، في نظام التيليتكس، كانت تستقبل الجريدة الصباحية. الصوت من أجمل ما يكون. مساء الخير. مساء النور. هلا وسهلا. شايفين في كاميرات أنواع جديدة معروضة عندكم هني، بس تشرح لنا عن الأشياء اللي تعرضونها أول مرة، شنو النظم مالتها المتبع؟ نزل عندنا آخر شيء اللي هو الكاميرتين ديجيتال، هسه أنك أنت ممكن تستفيد منها توصل على الكمبيوتر، تقدر توصل على الكمبيوتر ونفس الوقت كصورة وصوت أجود، وممكن توصل على برينتر نفس هذا، عندنا البرينتر أنك أنت تطلع صورة نفس هذه، يعني ممكن واحد يسوي استوديو بالبيت من الكاميرا هذه مع البرينتر، يصور اللي يبي صور ثابته، يوصل على البرينتر يطلع الصور بدل ما يروح تصوير فوتوغرافي، تصوير فوتوغرافي يصورها، وممكن يخليها هني، واذا عنده شخص كمبيوتر بالبيت يوصل الكاميرا على الكمبيوتر وياخذ منها الصور الثابته ويخزنها بالكمبيوتر، ممكن عن طريق اللي هو البرينتر يطلع صورها، صور الكاميرا. طبعا الكاميرا تميز ان عندنا شريط هو يسمونه ديجيتال، هذا اساس حاليا كل الشركات قاعده تنزل ديجيتال، لان الصوره تختلف، يعطيك دائما صورة صافية عالية، ريزوليوشن عالي تبعها. بالنسبة للصوت طبعا الستيريو اكيد PCM يسمونه، بنفس الوقت عندك هذا الشريط لو بعد 10 سنين 50 سنة نفس النسخة ظلها صافية. واساسا الديجيتال نزلوه حتى عشان الكوبي، انك انت لما تسجل من كاميرا للفيديو، لان دائما الكاميرا العادية لما تسجلها على فيديو تقل من الصورة منها، بس الديجيتال لما تظلها ثابتة نفس ما هي الصورة، نضيف على نفس النسخة نفس الشيء، يعني كأنك ما عندك نسخة نفس الأصلية هذه. فهذا نظام جديد. إيه طبعًا هذا نظام جديد نزل، ونفس الوقت كانت هذه أساسًا عاملينها بس أساس كبيرة حق بس شركة هي التلفزيون أو الشركات الكبيرة أو الصحفيين. تقدر تأخذ لنا صورة مثلًا أنا والمصور المخرج مع بعض؟ طبعًا عادي سهلة.
طبعا احنا شايفين في اكله هني عيش، احنا الكويتيين والخليجيين ما نتشبع على العيش. ذكرت انت انكم طابخينه على طريقه جديده يعني. ستيم هذا هي الجهاز، منتج جديد نازل عندنا بالشركه، يسلق الاكل على البخار عن طريق الستيم، بدل ما تحط الشغله بالماي هذا لا، الماي تكون بروح عندك في مكان مخصص حق الماي، يطلع من طريقها البخار فيسلق الاكل اي نوع من الاكل عندك على البخار. وفي اوعيه هني موجوده تستعمل فيها الاكل، شغلات يعني عندك هني في حواجز للخضار، اذا عندك ثلاث اصناف من الخضار ما تبيهم ينخلطون مع بعض، في شيء وعاء خصوصي حق العيش والشوربه، طبعا هني ما تقدر تستخدمه لانه مفتوح مشخل ما راح يطيح العيش او الشوربه، فبيكون هذا خاص حق العيش نفس ما شايف هني يطلع مسلوق، او حق الخضار اللي لونها يصبخ نفس الجزر الشمندر الشغلات هذه. بس جهاز صحيا افضل، ما تعتمد على فنان فن الطبخ يعني، واحد يكون لازم يكون عنده خبره بالطبخ ولا لا 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 عادي، عفوا هو تحط انت الاكل عادي بس تشغله، مجرد انه في تايمر درجه واحده من الحراره بس حسب نوع الاكل مسجل هني الوقت اللي ياخذه، اوكي بس يخلص يعطيك جرس تنبيه، بس طبعا كقيمه غذائيه هني يعطيك احسن، يحافظ على الفيتامينات. وشغله ثانيه، الاكل اللي قاعد تستعمله ما يتشرب بالماي، عندك انت لما تسوي الاكل بالماي اي عادي تسلقه بالطريقه العاديه راح يتشرب الاكل الماي، بعد فتره تشوف اللون تغير، كشت القطعه تبخر الماي، الطعم ماله غير، الفيتامينات تقل الفيتامينات، اما هني نهائيا يحافظ على العصاره مالت الاكل، الفيتامينات، القيمه الغذائيه، صحيا افضل حق الرجيم اللي عندك كوليسترول في الدم، الضغط، السكري، كل هالشغلات هذه كمستقبلا راح تشوفه افضل شيء من الطبخ العادي. بالنسبة للأسعار كلمك مرة ثانية، يعني لو قارنا أسعار صراحة الأجهزة الإلكترونية الموجودة داخل الكويت مع بعض الدول المجاورة نلقى في فرق صراحة كبير، يعني الناس ما أخذ فكرة أن أسعار الأجهزة عندنا إحنا مرتفعة لو قارناها بالدول المجاورة مثل يعني دبي والمناطق الثانية. هو تبي الصراحة أن في فرق بالأسعار بالنسبة لي، بس على مستوى الخليج يعني عفوا تعتبر أن منطقة دبي تعتبر أرخص شيء، يمكن أساس أنها منطقة حرة ممكن اوكي، لان اغلب الاسعار يشوفوها الناس يعني مقارنه تقارن بين سعر دبي والسعر هني راح يحصلها في فرق وايد، بس ترجع عفوا هم المسافه عندك، مسافه الشحن من دبي لهني برضه هم في فرق، تصير التكلفه نفسها. نعم التكلفه هي من الشركه واحده بس المسافه عندك الشحن تختلف، وهناك طبعا عروضات وشغلات هذه في يعني، وما تدري تعرف ان اغلب الوكالات حاطه مركزها بدبي فطبعا يكون الاوفر هناك اكثر. في عندنا جهاز الكابتشينو، اوكي طبعا احنا بنحط القهوه من هون، لحظه نفضي سويها هلا نورجيكم كيف طريقته، خاصه بالكابتشينو فقط، بس خاصه بالكابتشينو، طبعا احنا بنحط المي من خلال هاي، بنحط القهوه هون، طبعا قهوه خاصه للكابتشينو، طبعا بس نحط القهوه بنشغلها بتصير بس تسخن المي عندنا بتنزل القهوه بالبريق اللي هون، بعدين بنحط حليب بالفنجان اللي بدنا نضيف فيه ومنحليه طبعا، طفيتها طبعا، احنا هيك فضيناها عشان بدنا نعمل من جديد، لازم تتفضى بالاول قبل ما نفتح الجهاز لانه بكون كله في بخار هواء سخن، فعندك هي هيك طفيناه، هلا بنفتح الجهاز. الشخص لازم ياخذ فكره كافيه قبل لا يشتري الجهاز هذا، اكيد طبعا لانه استعماله مش بسيط، لازم استعماله دقيق جدا، اذا الواحد استعمله غلط يعني ممكن يأذي. نحط القهوه طبعا لها معايير، هاي فنجانين او اربع فناجين، هي اكثر شيء بتعمل اربع فناجين، تسكرها على الاخر برضو. العبوه اللي انت مثلا ركبتيها قبل شوي ممكن تكفي حق كم شخص؟ يعني لاربع اشخاص، اربع فناجين هي بتسوي، طبعا احنا التسكيره لازم تكون مسكره باحكام بحيث انه ما يطلع ولا هواء منها. طبعا هلا بنستنى انها شوي تسخن المي، راسا اول ما تسخن تبدا تنزل عنا القهوه، كل ما سخنت المي اسرع من حالها
كل ما سخنت المي اكثر بتصير القهوه تنزل عنا اسرع في البري لحالها بتنزل. العلاقات الاجتماعية والثقافية بين الشعوب تؤكد على ترسيخ المودة والمحبة فيما بينهم. من هذا المنطلق قام نادي الصيد والفروسية بتنظيم المهرجان الثاني للشعوب ليوطد العلاقات الموجودة بين الجالية الموجودة على هذه الأرض والتي تزيد على 120 جالية والشعب الكويتي. إليكم جانبا من هذه التغطية. بحضور ورعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، افتتح المهرجان الثاني للشعوب الذي تقوم بتنظيمه اللجنة الثقافية والاجتماعية بنادي الصيد والفروسية. وقد اشتمل المهرجان على فقرات متعددة ثقافية واجتماعية تهدف للتواصل بين الشعوب المقيمة على أرض الكويت وبين الشعب الكويتي. هذا وسوف يستمر المهرجان حتى 23 من الشهر الحالي. أعزائي المشاهدين، وفي إطار جولتنا في هذا المهرجان يسعدنا أن نلتقي بالأستاذة نبيلة العنجري عضو اللجنة الثقافية والاجتماعية بنادي الصيد والفروسية. مساء الله بالخير. مساء الخير يا أهل أخ فايز. نبيلة، في البداية ليت تعطينا فكرة عن البداية التي انطلقت منها فكرة هذا المهرجان. طبعا هذا المهرجان يقام للمرة الثانية أو للسنة الثانية في نادي الصيد والفروسية، وانطلقت هذه الفكرة من شعورنا بالعدد الكبير من الجاليات الموجودة على أرض الكويت، حيث يبلغ عدد الجاليات الموجودة بالكويت أكثر من 120 جالية. فاللجنة الثقافية والاجتماعية اقترحت بأن يكون هناك يوم أو أيام لالتقاء هذه الجاليات في محاولة للاختلاط فيما بينهم وأخذ المعلومات عن تراثهم. فانطلقت هذه الفكرة من السنة اللي فاتت. كان المهرجان في السنة اللي فاتت مهرجان بسيط مقارنة بها بالسنة. فالسنة اللي فاتت كان عدد المشاركين 8 سفارات أو عدد 8 جاليات، أما السنة فكانت 21 جالية. فمن هذه المحاولة انطلقت فكرة لقاء الشعوب. طيب، تعطينا فكرة أيضا عن الجهات اللي تمت دعوتها للمشاركة في هالمهرجان. طبعا جهات كثيرة اللي شاركت معنا، وزارة الإعلام، المطافي، وزارة الصحة، وزارة الكهرباء، الكل جهود جبارة بصراحة تكاتفت وتضافرت في سبيل إنجاح هذا المهرجان. والمهرجان طبعا السنة ما شمل بس أجنحة للسفارات، يعني أحب أقول لك أن بعد السفارات مشاركتهم على عدة أنواع. في سفارات شاركت على شكل معارض، وسفارات شاركت في شكل برامج رياضية، وأيضا فلكلور تراثي يعرض على المسرح. ولكن هذه السنة أيضا توسعت الدائرة وبدأت شركات كثيرة في المشاركة في أجنحة تجارية، مثل ما أنت شايف إحنا في أحد الأجنحة المشاركة وهي مخصصة للأنتيكات. فكثير من هذه الشركات بدأت تتقدم وتشارك معنا في لقاء الشعوب، فرصة أيضا للجماهير الكبيرة اللي تزور النادي. طيب، تعطينا فكرة أيضا عن البرنامج اللي راح يصير أو الفعاليات اللي راح يصير إن شاء الله خلال هذا المهرجان.
طبعا هو ابتدى المهرجان يوم الاربعاء ومستمر يوم الخميس، كان يبتدي الساعه 11 الصبح، راح يكون في برنامج رياضي، برنامج ترفيهي للاطفال من 11 للوحدة، وتستمر ايضا فعاليات المعرض من الساعه 9 صباحا لغايه الساعه 9 مساء. البرامج الرياضيه المتعدده في الملاعب، سله وتنس واسكواش، كل الألعاب الرياضية متوفرة أيضاً، وفي مباريات في بطولات، وأيضاً في بطولة لاختراق الضاحية يوم الخميس. أما يوم الجمعة راح يكون في أيضاً برنامج ترفيهي وعروض للسفارات من الساعة 5 للساعة 7 على المسرح، ثم هناك حفل ساهر على الصالة، وأيضاً حفل تكريم الفائزين من البرامج الرياضية. راح يستمر المعرض وفعاليات المهرجان حتى الأسبوع التالي، وهو حتى يوم 23. فالمعرض مفتوح ومتواجد من الساعة 9 صباحا لغاية 9 مساء، ابتداء من يوم الأربعاء 15 أبريل وحتى 23 أبريل. طيب أستاذة نبيلة، المهرجان هذا يقام للمرة الثانية، يعني لو قارنتي المهرجان السنة هذه عن السنة الماضية وخاصة الإقبال الجماهيري، إيش راح تقولين في هالمناسبة؟ طبعا هذا المهرجان يقام سنويا تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، الذي يرعى مثل هذه الأنشطة في النادي، وإحساسه وإيمانه أيضا بأهمية هذه الأنشطة ودعمه لها معنويا. فالجمهور كان في السنة اللي فاتت أعداده تقريبا مشجعة لإقامة هذا المهرجان في هذه السنة، ونحن نتوقع، وأنا اليوم أول يوم للمهرجان، لكن نتوقع لطوال الأيام القادمة إن شاء الله إقبال جماهيري كبير ونجاح أكثر من السنة اللي فاتت، وإن شاء الله هناك أمل كبير في إن شاء الله هذا المهرجان راح يتقدم ويزيد كل سنة إن شاء الله. طيب أستاذ نبيلة، نتمنى النجاح لهذا المهرجان، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا لكم وشكرا لحضوركم لتغطية هذا المهرجان. شكرا لك. مساء الخير. مساء الخير وسلام. تعرفنا على نفسك؟ عوض بغداد، عضو اللجنة العامة للجالية المصرية بدولة الكويت. أخ عوض، طبعا هذا المهرجان الثاني للشعوب، شنو يهدف للمهرجان وشنو اللي تعتقد انه راح يحقق ان شاء الله؟ احنا اول حال نشكر تلفزيون الكويت والاخوة المسؤولين على التلفزيون، واحنا سعداء جدا بمشاركتنا المرة الثانية على التوالي في معرض الشعوب، مهرجان الشعوب، لانه يدل يعني على الصداقة والحب والسلام بين الشعوب والتعارف بين الشعوب بعضها وطبائع بعضها، وبصراحة يعني حاجة جميلة جدا، ونتمنى ان هي تتكرر، ونتمنى برضو للناس في الكويت الامن والسلام. ومن سفارة دولة الامارات العربية الشقيقة كان لنا هذا اللقاء مع الاخت ماجدة الراشد. اخت ماجدة، طبعا نعرف ان مهرجان الشعوب هذا يقام للمرة الثانية، بالبداية ليت تكلمينا بس عن شنو الهدف من هذا المهرجان وشنو تعتقدين راح تكون نتائج والله بالنسبة لنا هدفنا من المشاركة هي التواصل مع الشعوب جميعا، وكانت لنا مشاركة العام احنا، وهاي ثاني طبعا مشاركة لنا، فنعرف الشعوب احنا بثقافتنا وحضارتنا وتراثنا، وبالتالي بنفس الوقت نتعرف احنا على حضارة الشعوب الثانية وثقافتهم وتراثهم ايضا. طيب تعطينا فكرة عن الاشياء الموجودة داخل المعرض؟ والله نعرض احنا مشغولات يدوية وبعض المناظر من التراث والكتب ايضا. هذه المشاركة الثانية لكم؟ هذه ثاني مشاركة للسفارة، بس أشوف أن السنة إن شاء الله مبين أن المعرض أشمل وأرتب وأحسن من السنة اللي طافت. طبعاً يعني ما يخفي على أي إنسان علاقة الكويت بجيرانها بدول الخليج ومع دولة الإمارات بالضبط، يعني علاقة وثيقة، وإحنا مطلعين على حضاراتها وهم مطلعين على حضاراتنا، ونقول لك أخيراً نتمنى لك كل التوفيق. نتمنى لكم أيضاً التوفيق. شكراً.
ومن سفارة جمهورية إندونيسيا الصديقة كان لنا هذا اللقاء مع الأخ خير الدين حليمي. أهلا وسهلا في مقر سفارة الجمهورية الإندونيسية. طيب تعطينا فكرة عن الموجودات هنا، شنو تهدف للأشياء هذه؟ الأشياء عن هذه الأغراض المنتجات الإندونيسية، يعني صناعة من الخشب، من الأطعمة ومن الخام وكل شيء. هذه الأشياء من الصناعة الإندونيسية؟ إندونيسيا كله، ومن السياحة هذا، ومن عن التجارة برضو كده. طيب في إقبال من الزوار اللي هنا على الفرع الموجود عندكم هنا، أو هذه الزاوية الخاصة في جمهورية إندونيسيا؟ موجود في الكويت. في إقبال، في ناس يجي يعني يشوف هذا شنو؟ كثير جدا، في كويتيون، في ماليزيون، في لبنانيون، وكثير هذا بالأمس هذا أغراض كثيرة جدا. شوية كذا. أول مرة هذه المشاركة؟ لا، مرتين. مرتين؟ أيوه. كيف كانت المرة الأولى؟ المرة الأولى أحسن، الحين أحسن. أول مرة يعني ناقص شوية كذا. ومن المملكة المغربية كان لنا هذا اللقاء مع السيد القاسمي مولاي عبد الهادي، سكرتير أول سفارة المملكة المغربية. طيب أخوي، لو تعطينا فكرة بس عن ما هو المرجو من إقامة مثل هذه المهرجانات، شنو تعتقد الفائدة اللي راح نطلع فيها من إقامة مثل هذا المهرجان؟ في البداية يعني أشكر المسؤولين عن هذا المهرجان على إتاحة فرصة للمملكة المغربية بخصوص الاشتراك أو المشاركة في هذا المهرجان. والمهرجان في حد ذاته يعني مناسبة لتعريف بنماذج من الحضارة المغربية. كما تعلمون أن الحضارة المغربية هي عريقة في التاريخ، والمغرب يعني أنه مسرور جدا بالمشاركة في هذا المهرجان، وأيضا أننا نحاول بما أمكن إنجاح المهرجان، وإن شاء الله نتمنى أن تحظى مشاركتنا بإعجاب الجمهور والزوار الذين يتوافدون على هذا المهرجان. طيب تعطينا فكرة عن بعض المعروضات الموجودة هنا، هل هذه من التراث المغربي؟ هو فعلا يعني أن المعرض يتوفر على مجموعة من نماذج الصناعة التقليدية المغربية، خصوصا الفخار المنقوش بالفضة، وهذه تعتبر جزء من الصناعات التقليدية المغربية، لأن الصناعات التقليدية المغربية هي متنوعة جدا وتمس جميع المجالات، من فخار وجلد والنقش على الخشب والنقش على الجبس، ويعني مجالات كثيرة يتعذر علي حصرها في هذا المجال. أعزائي المشاهدين، ولنا وقفة أيضا مع هذا الجناح الذي يخص دولة إريتريا. مساء الخير. مساء الخير، هلا وسهلا. تعرفين على اسمك؟ ستنا، ستنا أو علم. طيب هذه الجلسة الشعبية اللي يعني ممكن تعطينا فكرة عن الجلسات الشعبية في إريتريا، تكلمينا بالضبط يعني هي إيش قاعد تسوي الحين؟ هذا أختي هذه قاعد تسوي فحام والخانون والجبنة والقهوة، تحمسها بالمنكشكش من هذه. هذه الحمص القهوة على طريقتكم أنتم؟ أيوة، نحمص القهوة على طريقتنا، نغليها بالنار وبعدين نتقها بالمدقدق هذا عندنا، نحطها هنا بالماء وتغلي وتصفى، لو ما صفيت نحطها بالفنجال نوزعها. طيب. في عاداتنا خبزة نحط عليها الخبز ونعطيهم البرد. الخبز هذا يجي مع القهوة؟ جمع القهوة، فيها بعد كمان فيها تمر، فيها فيش كمان مال شو اسمه، عاداتنا كده يعني تقاليد. طيب انت المهرجان هذا الاول ولا الثاني لكم في لا الثاني، ثاني مره. ايه شلون كان الزوار معاكم هنا؟ الحمد لله والله كله بخير، والحمد لله الكويت ما تقصروا معنا، اهل الكويت الله يخلي لنا اياهم، نشكركم والله العظيم.
احنا نشكركم. بلدنا الكويت. نشكركم ايضا. بلدنا الكويت والله. نشكركم، اعتبر نفسكم في بلدكم، ما نبي نقول الثاني، بلدكم الاول اعتبروه. الله يخليك. شكرا لك. اي شيء، اي خدمه، تفضلوا شربوا قهوه ويانا الحين نعطيكم اياها عشان تذوقوها عشان تعرفوها يعني. شوف الكرم الاريتيري بالضبط. ربنا يخليك لنا يعني الحين نعطيك اياها. شنو هذا اللي قاعد تسوونه؟ هذه قهوه. قهوه على الطريق الاتريدي. كله شكرا له. زين الجو نايل. ازيك شكرا له. تفضل يا اخي. اصي اصي ما نمليها. اي بس مليتها شويه. لا عادي بالعكس، احنا نبيع على الطبيعه، احنا نبيع على الطبيعه. لا احنا على طبيعتنا الحين اكيد. نبيع على طبيعه الوضع. لا شكرا. وصلنا أحبائي إلى فقرة إنسايد، وفي هذه الفقرة سوف نسلط الضوء إن شاء الله على أسرة برنامج لقاء الخميس. وهذا البرنامج لا شك بأنه استمر لسنوات كثيرة ورسخ بأذهان كل المشاهدين. هذا البرنامج تعددت به الشخصيات ولكنه ما زال باقيا والشخصيات تتغير. محسن راح يكون لنا تغطية على برنامج لقاء الخميس. هذا البرنامج اللي لا شك أنه برنامج معروف وأقدم برامج تلفزيون دولة الكويت، لكن شنو الطريقة اللي تختار فيها مواضيع البرنامج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لا شك أن المشاهدين الكرام كلهم يعلمون أن برنامج لقاء الخميس من فترة السبعينات على أيام زميل أمين الشراح، وتوالى على إعداد هذا البرنامج كثير من الزملاء. إحنا نقوم باختيار الفقرات البرنامج من خلال القضايا التي تهم المواطن المقيم، نكون جسر تواصل ما بين هموم ومشاكل كل مواطن المقيمين ونرفعها إلى المسؤولين في الجهات المختلفة في الحكومة. يمكن الآن استحدثنا بعض الفقرات في البرنامج. هناك فقرة باسم ظواهر سلبية في المجتمع. عندنا احنا يمكن ظواهر سلبية في المجتمع كثيرة بدأت تستفحل، نسلط الضوء عليها ونرفعها إلى المختصين بهذا الشأن. وأيضا هناك فقرة أخرى يمكن استحدثناها من حلقتين ماضيتين اللي هما مشاكل تعليمية تربوية، ناخذ آراء وشكاوى الطلبة في جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى الدراسات العليا ونرفعها إلى المسؤولين في العملية التربوية. طبعا احنا على استعداد دائم، على طول احنا نعرض عنوان وهاتف برنامجنا، أي شكاوى أي اقتراحات لدى المواطنين المقيمين على استعداد تام ان احنا نتقبلها ونرفعها إلى المسؤولين في البلد. ونتمنى نكون قد نقدم من خلال هذا البرنامج ما يحوز على إعجاب المواطنين، ونتمنى متابعتنا في كل خميس. شنو وجه الاختلاف ما بين لقاء الخميس في الماضي ولقاء الخميس
اليوم؟ قد يكون برنامج غاء الخميس في الماضي كان برنامج منوع بحت، بما معناه كان في استضافات فنية يستضيفون بعض المطربين الفنانين. البرنامج هو تابع إدارة المنوعات، ولكن الآن أصبح أنا من استلمته من العام الماضي أصبح البرنامج لخدمة الجمهور، برنامج خدمات أصبح. شلت عنا موضوع الاستضافات الفنية لأن احنا عندنا هنا في الإدارة طبعا برامج فنية كثيرة، فأصبح هذا البرنامج الأكثر شمولا لخدمات الجمهور. يعني الآن أصبحنا نناقش القضايا الاجتماعية الهامة اللي تهم شارع الكويت وتهم كل مواطن ومقيم، يعني فهذا وجه الاختلاف. قد يكون في السابق كان فني منوع، الآن أصبح اجتماعي بحت تقريبا كذا. يعني استاذ الله بالخير دعاء. اهلا بك يا فايز، واهلا طبعا بمشاهدي جوله الكاميرا البرنامج الاسبوعي، اهلا بك معنا. دعاء انت ضيفه الحين، يعني انت متعوده تكوني مقدمه للبرنامج ومذيعه، بس الحين وضعك ضيفه. والله الوضع مختلف تماما، يعني الواحد شعوره كمذيع ويسال خلاف ما بيكون ضيف ويسال، فربنا يقدرنا يعني. طيب دعاء، راح يكون عندنا فقره انسايد تعرفينها، نحاول ان نركز فيها على اللي قاعد يدور داخل أروقة وزارة الإعلام. راح يكون عندنا حوار عن برنامج لقاء الخميس، تجربتك مع هذا البرنامج تكلمين المشاهدين عنها. والله يا فايز، يمكن برنامج لقاء الخميس من البرامج اللي أقدر أقول ليها عندي معزة خاصة، لأني الحقيقة أول ما التحقت بالعمل الإعلامي في التلفزيون يمكن أول برنامج كلفت أن أنا أشارك فيه طبعا كلقاءات خارجية كان هو لقاء الخميس. كان طبعا وقتها موجودة الزميلة القديرة العزيزة أمينة شراح، كانت هي اللي بتقوم بتقديمه. كان أيضا هناك الزميل ماجد الشطي، كان الزميل بسام العثمان، أيضا الزميلة دولة شوقي، يمكن كلهم تناوبوا على هذا البرنامج. كان لي الشرف طبعا أن أنا أكون مشاركة باللقاءات الخارجية مع كل هؤلاء طبعا رموز الإعلامية الكبيرة اللي احنا بالتأكيد استفدنا منهم. فاستفدت منه كتير من خلال عملي فيه، وأيضا بسعد أن أنا كمان حاليا بعد ما مر علي تقريبا 7 سنوات داخل التلفزيون أو 8 يمكن بعود لي مرة تانية، وأكيد أنا مبسوطة جدا في وجودي فيه. شكرا للاستماع. هكذا انتهى لقاؤنا بكم أحباء المشاهدين في كل مكان، كل الذي نتمنى أن نكون قد وفقنا من خلال ما قدمناه لكم من فقرات، حتى يتجدد اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. لكم التحيات مني ومن جميع أسرة البرنامج، وإلى اللقاء.